أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق دورة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومع انطلاق كل دورة بتظهر قدامنا شوية تحديات عن القراءة والاهتمام بيها. إزاي نحتفظ بالمعلومة الجديدة اللي بنقراها في الكتاب اللي شد انتباهنا؟ ما بقيناش بنعرف نفكر ولا بنركز، أول حاجة نقراها ننساها على طول. إزاي أخلي ولادي يبعدوا عن التابلت والتلفزيون ويقدروا يركزوا أكتر أو يهتموا أكتر في القراية ويكون عندهم تطلع للثقافة؟ كل ده هنجاوب عليه بالتفصيل مع ضيفنا الكاتب عمرو العزب، خبير التعلم السريع اللي موجود معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير، زي حضرتك. أهلا وسهلا بيك. عندنا واحد من المشكلات اللي مش هنقدر نقول إنها بتواجه الأجيال الجديدة، هي بقت بتواجهنا كلنا، إن إحنا ما بقاش عندنا القدرة إن مخنا يحتفظ بمعلومات كتير جديدة وإنها تفضل ثابتة. يعني ممكن أبقى مهتمة جدا بقراية حاجة بس بعد ما أقراها أنساها. إزاي أقدر أعمل كده وإزاي أقدر أتعامل مع المشكلة دي، سواء أنا سواء الجيل الأكبر مننا سواء الأجيال اللي أصغر مننا؟ طبعا دي مشكله بتقابل ناس كتير، ان هم فعلا في معلومات كتير دلوقتي موجوده، وفي حاجات كتير بنعرفها من الكتب او حتى من الدورات التدريبيه والكورسات، ونلاقي صعوبه ان احنا بعد شويه نحس ان احنا المعلومات دي كاننا ما تعرضناش ليها قبل كده. وطبعا بيبقى في تقنيات كتير واساليب كتير ممكن تساعدنا ان احنا نحتفظ بالمعلومه دي ونسترجعها في وقت الحاجه ليها. يعني ممكن طبعا مثلا لو احنا مثلا اثناء محاضره او اثناء قرايتنا من كتاب، ان احنا نكتب، يعني نحاول الحاجه اللي احنا فهمناها نكتبها بشكل نقط كده او بشكل ملخص بعد ما نخلص الحاجه على طول، بشكل يعني في خلال مثلا في نفس اليوم اللي احنا قرينا فيه الحاجه، يعني في اقرب وقت ممكن. ده يساعدنا تثبيت ان احنا بعد كده لما المعلومة، نيجي يعني نسترجع. التأكيد على المعلومة وتثبيتها هو اللي ممكن يخلينا يعني تبقى موجودة وفريش دايما في مخنا. بالظبط. وممكن برضه نحاول نشرحها لحد تاني بالاسلوب بقى مبسط واسلوب سهل، بحيث ان احنا لما نيجي نشرح لحد تاني المعلومه خلاص بتثبت اكتر في الذاكره بتاعتنا اكتر من قبل كده. طب استاذ عمرو، بصبح عليك، فكره النسيان دي فكره للاسف كلنا بنعاني منها بشكل كبير. بعض الدراسات كده النفسيه وبعض الارقام بتقول لنا انه اي كورس الواحد بيحضره او اي كتاب الانسان بيقراه بينسى يعني بعد 24 ساعه حوالي نسبه 80% منه، وممكن بعد مرور اسبوع لو ما عملش تمارين للذاكره ممكن ينسى المحتوى اللي قراه. الكلام ده علميا صح ولا لا؟ وايه التكنيكات اللي ممكن نلجا اليها عشان ما ننساش المعلومات اللي احنا بنتعرض ليها في الكتب؟ بالظبط. يعني في احصائيات ودراسات بتقول ان هو في خلال 24 ساعه بس ممكن ننسى 80% من المعلومه، ولو احنا ما اهتمناش بقى ان احنا نثبت المعلومه ونراجعها ده بصرف ننسى في النظر عن خلال السن يا 100% خلال فندم، اسبوع. بصرف النظر عن السن، يعني دي قاعده نقدر نطبقها على حد كبير او حد شاب او لسه صغير؟ بالظبط. بصرف النظر عن السن، يعني المعلومه لو احنا ما اهتمناش بيها، يعني لو كانت معلومه جديده يعني 80% منها هننساها في خلال 24 ساعه. فالحل ان احنا يعني في خلال، يعني المخ بيبقى فيه فترات معينه المعلومه لو ما تمش الاعاده عليها المعلومه هتختفي. فالحل ان احنا نراجع المعلومه بشكل سريع جدا في الاوقات دي. في الاوقات دي يعني مثلا ممكن اول حاجه في خلال زي ما قلت في الاول، ان هو في خلال ساعه او ساعتين بعد ما اعرف المعلومه الجديده راجع عليها بشكل يعني مبسط قوي، وبعدين ممكن ارجع لها مره ثانيه في خلال 24 ساعه، والمره الثالثه في خلال اسبوع، وبعدين في خلال شهر. المراجعه دي مقصود بيها ان هي انا اقرا مثلا الملخصات اللي انا كنت عاملها، اعدي بسرعه على لو انا كانت معلومه في الكتاب اعدي بسرعه يعني بشكل سريع جدا في المعلومات اللي في الكتاب، اقرا العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه. ده هيساعد ان المعلومه يعني في الاوقات اللي هي بتبتدي خلاص هتختفي من المخ ارجع اثبتها تاني، فبالتالي تبقى موجوده على طول في الذاكره اول باول. وطبعا هل تطبيق بقى المعلومه على قد ما اقدر، كل ما اطبق اكتر كل ما ده هيساعدني ان احنا المعلومه بتبقى ثابته في الذاكره على قد اطول فتره ممكن. لو جينا طبقنا الكلام ده على الأطفال، هل لو احنا عرفنا نوع الطفل اللي قدامنا، يعني في أطفال بتبقى ذاكرتهم بصرية، في أطفال بيبقى بيعتمدوا أكتر على السمع، هل لو عرفنا نوع الطفل اللي قدامنا نقدر نساعده أكتر إن هو يحفظ المعلومة أكتر أو يتلقاها أكتر؟ يعني احنا عندنا دلوقتي الكتب المقروءة وعندنا كمان الكتب المسموعة اللي كتير دلوقتي بقت موجودة على الويب سايتس المختلفة، ده ممكن يساعدنا أكتر في تثبيت المعلومة ولا المبدأ بالنسبة للأطفال واحد؟ بالظبط. يعني برضو من ضمن الطرق التانية اللي تساعدنا على تثبيت المعلومة ان احنا ابقى عارف النمط بتاع سواء بقى طفل او حد كبير، ابقى عارف النمط بتاعه. يعني مثلا الشخص لو النمط بتاعه بصري معناه ان هو بيحب اكتر الحاجات بقى اللي فيها صور فيها فيديوهات،
فالشخص اللي زي ده ممكن مثلا لو وفر له المعلومه في شكل مثلا يشوف شجع مثلا الطفل او الراجل ان هو يتفرج على فيديوهات اكتر في المعلومه اللي هو عايز يثبتها في دماغه، لو هو النمط بتاعه بصري ان هو مثلا يستخدم بقى الالوان وهو بيلخص المعلومه، عكس بقى لو الشخص سمعي مثلا، لو الشخص صحيح سمعي زي ما حضرتك قلت في كتب مسموعه دلوقتي، تمام فممكن مثلا يعني يستخدم المعلومه او يستقبل المعلومه صحيح باستخدام الكتب السمعيه او الكتب المسموعه. يعني ممكن برضه لو هو في حضور بيحضر محاضره معينه يسجل المحاضره ويعيد سماعها صحيح ويتناقش مع زمايله او حد يعرفه يعني مهتم بالمعلومه دي، بحيث ان هو يسمعها فبالتالي تثبت اكتر في الذاكره عنده. يعني ممكن استاذ عمرو تتنوع مصادر المعرفه، مش بس الكتاب المطبوع، لا احنا بنتكلم على كتاب سمعي، في كتاب بصري، في كتب كمان جديده بتستخدم تقنيات حديثه بشكل كبير. تفاعليه. تفاعليه بالظبط. السؤال بقى استاذ بالظبط. عمرو، كتير من بيوتنا دايما بناكد انه الكتاب مهم، فكره اني اعود طفلي ابني او بنتي انه يمسك كتاب، برضو ملمس الورق ليه طعم مختلف، المعلومه لما تبقى مقروءه بتثبت اكتر في الذاكره. ازاي ده سؤالي لحضرتك واحنا على ابواب يعني معرض الكتاب، في مشاريع كتيره جدا اقرا لطفلك وغيره، ازاي اعود ابني وبنتي على فعل القراءه، انه يمسك كتاب يبقى عنده مكتبه في البيت ويتعلم انه يقرا يوم بعد يوم، اعمل ده ازاي؟ يعني الموضوع بيبتدي من البدايه خالص، يعني ممكن الطفل هو في حدود لسه عمره 6 شهور، ممكن يعني في ناس كتير في دول اوروبا وكده ان هم بيخلوا يعني الام بتقرا لطفلها، تجيب له بقى كتب طبعا مناسب، يعني كتب بقى فيها الوان فيها رسومات وتقرا له الكتب دي، هتلاقي الطفل يعني بينتبه، يعني مش هيفهم المعلومه بس يعني المعلومه بتدخل او الكلام اللي هي بتقوله بيدخل بشكل لاواعي في المخ بتاعه في الذاكره بتاعته، فبالتالي هيبتدي بقى ان هو يحس يعني يستوعب الكتب لاول مره، ويبتدي بقى بعد كده كل ما الام او الاب يقروا له، وهو بقى كل ما يكبر اكتر في السن كل ما يبقى بالنسبه له القرايه او الكتب حاجه محببه بالنسبه له. طبعا بقى لما يبتدي يكبر اجيب له الكتب المناسبه للسن بتاعه واشجعه ان هو يقرا، وبتيجي بالتدريج بقى يعني مع كل ما يكبر اكتر كل ما هيبتدي بقى ان هو يعني بيتفاعل اكتر مع الكتب ويحب اكتر الموضوع بتاع القرايه، وكل طبعا ما السن بتاعه يبقى مناسب اجيب له الحاجه اللي هي بتشجعه على السن القرايه في السن بتاعه. أكيد أستاذ عمرو، يعني خلاص أيام معدودة بتفصلنا برضو عن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإحنا عارفين إن بيبقى فيه دايما إقبال شديد جدا على المعرض، الناس بتبقى حابة جدا إنها تروح، والشباب بتهتم قوي بالكتب ذات الأغلفة البراقة. بعد شوية لما يعني يتعودوا شوية أكتر على زيارة معرض الكتاب، اللي لا يمكن بتكون يوم واحد، غالبا بتكون أيام مختلفة لأن محدش بيقدر يخلص كل الصالات في يوم واحد، بيبتدوا بقى يسمعوا بالظبط. ريفيوز أو يسمعوا آراء الآخرين عن الكتب. إزاي نقدر نساعدهم إنهم يقروا أكبر كمية كتب ممكنة في وقت قليل، وفي نفس الوقت يستوعبوا اللي هم بيقروه، مع الوضع في الاعتبار إنه مش لازم كل الكتب اللي بنتكلم عليها تكون كتب معلومات صرف، إحنا بنتكلم عن الروايات وبنتكلم عن الأدب وبنتكلم عن مختلف أنواع القرايات. أو بالظبط، يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي بتقابل مشكله، يعني بتقابل ناس كتير ان هم بيحبوا القرايه، ان هم يعني في حدث زي معرض الكتاب زي المعارض اللي بتحصل على خلال السنه، ان هم طبعا بيلاقوا نفسهم جايبين كتب كتير ويلاقوا المكتبه بتاعتهم فيها كتب ومش لاقيين وقت ان هم يخلصوا كل الكتب دي. فطبعا في طرق كتير بقى، سواء كتب علميه او كتب روايات او ادبيه، يعني ممكن مثلا طبعا لو كتب غير يعني كتب غير الروايات، يعني كتب علميه ان هم يحددوا طبعا اهدافهم من القرايه ويقروا بسرعه الفهرس ويعرفوا العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه ويركزوا اكتر على الحاجات اللي هم مهتمين بيها. وفي برضه من لو بيقرا حاجه زي الروايات، يعني في تقنيات بقى اللي هي بنسميها تقنيات القراءه السريعه، ان هو مثلا وهو بيقرا، يعني من ضمن التركات اللي ممكن تساعد ان هو يقرا عدد اكبر في وقت اقل، ان هو مثلا يكون معاه مؤشر، معاه حاجه زي قلم وهو بيقرا صحيح. يخليه يعني يمرره على الكتاب ويخلي عينه تمشي ورا القلم ده، لان العين بشكل ده واعي بترجع مثلا بشكل غير واعي على كلمتين ثلاثه، بعد ما تكون خلصت السطر مثلا ممكن ترجع ورا كلمتين ثلاثه، فده بيبطئ سرعه القرايه، طب هنا فبيخلي استاذ سرعه عمرو القرايه بتاعتي شبه السرعه كاني بتكلم يعني. في النقطه دي بالرغم حضرتك لبست نقطتين مهمين جدا، التعليم السريع والقراءه السريعه. سؤالي لحضرتك، القراءه السريعه دي المنتج منها هيبقى في معلومات بتبقى موجوده وراسخه في ذهن القارئ، ولا زي ما بيقولوا كده قراءه سريعه فبالتالي هي ثقافه سريعه، ما هياش ثقافه بتبقى موجوده بشكل اساسي للقارئ نفسه؟
بالظبط، يعني هي الكرة السريعة بتساعد لو اتعملت يعني بشكل مظبوط، وطبعا بالتدريب هتتخلي يعني هتثبت المعلومة أكتر في الذاكرة بتاعة القارئ، عن طريق بقى إن هو يعني القراءة، يعني عادة أي كتاب مثلا إحنا بنقراه عشان تثبت المعلومة كويس هحتاج أقرأ مرتين ثلاثة، فبدل مثلا لو كتاب هياخد مني ساعة قراية، بدل ما الساعة دي أقرأ مرة واحدة ممكن أقرأ 3 مرات باستخدام القراءة السريعة، فبالتالي المعلومة تثبت بشكل أكبر، عن طريق بقى إن أنا أكون محدد أهدافي من الكتاب، أكون أركز على النقط اللي هتفيدني من الكتاب، أحاول ألخصها بعد كده، وأستخدم بقى التقنيات بتاعة القراءة السريعة، ده هيساعد إن يعني في نفس الوقت أسرع أقرأ كمية أكتر من الكتب، وفي نفس الوقت أكون مستفيد من المعلومات دي وثابتة في الذاكرة بتاعتي. أكيد الأهم في كل الكلام اللي احنا بنقوله أستاذ عمرو إن احنا بنؤكد على إن احنا الكتب الورقية لسه موجودة، وإن احنا لسه عندنا القدرة على القراءة، ومعارض الكتب مهتمة جدا بالكتب الورقية وموجودة عند الأجيال الجديدة، مش كلهم متجهين للبي دي إف فقط، وده بيساعدهم أكتر على يمكن تلقي المعلومات أو القدرة على استرجاع المعلومة بشكل أسرع. بنشكر عمرو العزب خبير التعلم السريع، شكرا جزيلا لك. بشكرك استاذ عمرو، مهم جدا ان احنا نقرا، فعل القرايه ده مهم. للاسف معدلات القرايه في مجتمعنا تراجعت بشكل كبير السنين اللي فاتت، اي شكل من اشكال القراءه سواء كتاب صوتي، كتاب حتى على الكتروني او غيره، المهم ان احنا نقرا ونستفيد وناخد معلومات جديده، لانه مصادر المعرفه طبعا بقت متنوعه جدا في حياتنا.